السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة ريحاب أحمد الشاعر، Lecturer of Physiology Tanta University. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على مقدمة كده عن الـ Autonomic Nervous System. Learning Objective اللي معانا في Part 1 هيكونوا الأول خالص هتكلم على Introduction of Nervous System. هنعرف إيه هو الـ Autonomic Nervous System، وهنتكلم على حاجة مهمة جدا وهي reflex action أو activity، وفي الآخر هنتكلم على reflex arc، ودول حاجات مهمة جدا علشان أفهم بيهم النيرفوس سيستم بيشتغل إزاي. طيب في الأول كده مبدئيا أي function في جسمي بتبقى under control of two systems. تمام، إيه هما two systems دول؟ النيرفوس سيستم اللي هو الجهاز العصبي والإندوكراين سيستم. تمام، الاندوكراين سيستم ده اللي هو الهرمون سيستم، تمام، اللي هو الغدد الصماء، ان انا بيبقى عندي جلانز والجلانز ديت بتبدا تفرز هرمونز والهرمونز ديت بتبقى ريجوليت ديفرنت فانكشن ان اور بوديز. تمام كده، يبقى انا عندي النيرفوس سيستم الجهاز العصبي وعندي الاندوكراين سيستم، وده مش موضوع دلوقتي، هيتشرح بعد كده في اماكن تانية. طيب النيرفوس سيستم بقى ده اللي احنا هنتكلم نبدا نتكلم عنه النهارده. طب النيرفوس سيستم ده ان جنرال الاول بقسمه الى سنترال نيرفوس سيستم اللي هو الجهاز المركزي، تمام، والبريفرال نيرفوس سيستم او اللي هو الطرفي. تمام، يبقى انا عندي تو سيستمز او بقسمهم الى سنترال اند بريفرال. طيب سنترال نيرفوس سيستم بقى بيتكون من ايه؟ بيتكون من اول حاجه طبعا هو بيتكون من جزئين، البرين اند سباينال كورد. تمام، طب البرين بيتكون من ايه؟ بيتكون من اول حاجه من فوق خالص من السريبرام اللي هي سريبرال كورتكس، بيتكون من سب كورتيكال سنترز ثالاموس هايبوثالاموس اند بيزل جانجليون. تمام، بعد كده في كمان السريبيلم. تمام، واخر حاجه عندي اللي هي البرين ستيم، والبرين ستيم ده هنعرف بعد كده باجزائه والفانكشنز بتاعته ان هو بيتقسم الى 3 بارتس فروم اباف داونورد تو ميد برين بونز اند ميدلا اوبلينجات. طيب تاني حاجة عندي في السنترال نيرفوس سيستم هو ايه؟ هو السباينال كورد. طيب ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن 31 segments، 8 او 8 cervical، 12 thoracic، 5 lumbar and 5 sacral and 1 coccygeal segment. تمام، يبقى انا السنترال نيرفوس سيستم كسنتر بيتكلم عن مين؟ بتكلم عن البرين والسباينال كورد، يبقى السباينال كورد نركز يعتبر سنترال نيرفوس سيستم وليس بريفرال. تمام، طيب دي معلومه بس نبقى عارفينها، ان الكروس سيكشن اوف سباينال كورد لو انا خدت كروس سيكشن في السباينال كورد هيوريني المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. تمام، الجزء الداخلي اللي هو لونه غامق، تمام، ده بنسميه هورنز. تمام، وده بنسميه جراي ماتر. جراي ماتر دي بيبقى لونها رصاصي. تمام، والجراي ماتر دي بتحتوي على الخلايا او السوما اوف ذا سيلز اللي هي البادي اوف ذا سيلز. تمام، راس الخلايا بتبقى موجوده في الجزء ده. تمام، وبرجع اقسمه بقى للاجزاء بتاعته، بيبقى انتيريور بنسميها فنترال هورن ولاترال هورن اند دورسال هورن. تمام كده، فنترال يعني الجزء الامامي ودورسال يعني الجزء الخلفي، وما بينهم في هورن بنسميه لاترال هورن. تمام كده، وده بيحتوي على الخلايا او السوما اوف ذا سيلز. تمام كده، طيب عشان كده بيبقى لونه جراي. طيب امال ايه الجزء اللي بره ده؟ الجزء اللي بره ده بنسميه كولمز. تمام، الكولمز دي عباره عن ايه؟ عباره عن اكزونز اوف ذا سيلز اللي هي الايه؟ الاكزونز بتاعه الخلايا، وبتبقى مايلينيتد فبالتالي بيبقى لونها ايه؟ ابيض. خلاص، فبنسميه وايت ماتر. يبقى انا عندي جراي ماتر وفي عندي وايت ايه؟ وايت ماتر. تمام، طيب الكولمن دي برضو بنرجع نقسمها الى anterior column, lateral column and dorsal column. والتقسيمات دي مهمة طبعا جدا علشان فيما بعد ان شاء الله لما نبدأ ناخد الباثويز او النيرف باثوي في السباينال كورد، هقول مثلا ان النيرف باثوي ده ماشي في الانتيريور كولم او في اللاترال كولم او الدورسال كولم، يبقى انت عارف. هقول مثلا ان السيلز دي بتدخل على او بتعمل ريلي في الانتيريور هورن او لاترال هورن او دورسال هورن، يبقى احنا عارفين اجزاء السباينال كورد. طيب تاني حاجة معايا في النيرفوس سيستم بتاعي وهو البريفرال نيرفوس سيستم. ايه هو البريفرال نيرفوس سيستم؟ هي الاعصاب الطرفية بتاعتنا اللي بتنقل بقى
السيجنالز اللي هي النيرف امبلسز سواء من السنترال نيرفس سيستم الى الاورجنز او التارجتس بتاعي، تمام، اللي هي مثلا زي المسلز او الجلاندز، او العكس ان هي بتنقل من السنسوري اورجنز بتاعتي توورد مين، توورد السنترال نيرفس سيستم اللي هو البرين اند سباينال كورد. تمام، يبقى البريفرال نيرفس سيستم ممكن تكون بعد كده سنسوري او موتور فايبر او في فايبرز او نيرفز، طبعا بتبقى فيها البوث ايه، البوث فايبرز. تمام كده. طيب هي عباره عن ايه البريفرال نيرفس سيستم او البريفرال نيرفز دي عباره عن ايه؟ بقسمهم الى كرانيال نيرفز وسباينال نيرف. كرانيال نيرف هم اي نيرف بيبدا او ينتهي في الكرانيوم، يعني سواء بدايته او نهايته في الكرانيوم، يبقى ده بسميه كرانيال نيرف. طب هم كام نيرف؟ عندي 2 بيرز اوف كرانيال 12 سوري 12 بيرز اوف كرانيال نيرفز. تمام، دول يا اما arise from the brain او البرين ستيم او end او terminate in. تمام، هناخد بعد كده ان في cranial nerves بتبدا من السنسوري organ وتنتهي فين؟ في البرين، زي مثلا الاولفاكتوري او الاوبتيك نيرف. تمام كده. طيب دول بقى الفانكشن بتاعتهم ايه؟ they connect brain and brain stem with different parts of the body. طيب تاني حاجه عندي في البريفرال نيرفز وهما السباينال نيرفز. They are 31 pairs of spinal nerve. انا قلت ان انا عندي 31 segment of spinal cord، وبالتالي زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا كده كل segment بيطلع منها 2 nerves، واحد شمال واحد يمين، يبقى right and left branches. تمام كده، كل segment هيطلع منها nerve، وبالتالي يبقى انا عندي 31 pairs of spinal nerve. طيب دي الفانكشن بتاعتها ايه؟ دي بتكونكت spinal cord with the body. تمام. طيب هي اي نيرف بيطلع من اي سيجمنت with two roots. تمام، بيطلع متفرع كده عن طريق جذعين او جذرين، تمام، اسمهم بنسميهم roots، anterior او ventral root and posterior او dorsal root. تمام. طيب الانتيريور او ventral root ده غالبا بيبقى motor او efferent fiber. يعني ايه motor او efferent fiber؟ يعني ده بيبقى ماشي فيه الفايبرز اللي طالع من الانتيريور هورن سيل اوف سباينال كورد ورايحه للبريفري. تمام، او رايحه للتارجت بتاعي، يعني هي شايله موتور اوردر، موتور اوردر جاي من السنترال نيرفس سيستم ورايح للبريفري. تمام كده. طيب امال البوستيريور روت؟ لا، البوستيريور روت بقى ده بيبقى فيه سنسوري اور افرنت فايبرز. يعني ايه سنسوري او افرنت فايبر؟ دي معناها ان الفايبرز شايله سنسيشن او شايله نيرف امبلسز من البريفري من السنسوري اورجان توورد مين؟ السنترال نيرفس سيستم بتاعي اللي هي السباينال نير سباينال كورد اند ذا برين. تمام كده، فبنسميها بوستيريور روت، ودي ان شاء الله برضو مع اخر الشرح بتاعنا هنفهم برضو التقسيمه دي كويس. طيب دلوقتي انا قلت ان انا في body function بتبقى under control nervous system. طب ايه انواع الفانكشن دي؟ في عندي طبعا voluntary functions وفي involuntary. voluntary يعني ايه؟ voluntary يعني ارادية، زي حركة skeletal muscle مثلا، عايز احرك الارم، عايز احرك الليجز، عايز turn my face toward something. تمام، الحاجات دي كلها انا بتحرك اراديا. تمام، يبقى دي بنسميها voluntary او under control of our will. تمام. طيب دي بتبقى مين اللي بيعملها لي؟ السكليتال ماسل، وهي التايبز من الماسلز بتاعتي. طبعا انتوا هتعرفوا ان الماسلز عندي فيها كذا نوع، منهم سكليتال ماسل، تمام، وفي عندي اللي هي السموث ماسل، تمام، وفي عندي الكاردياك ماسل. تمام. طيب السكليتال ماسل ديت اللي هي اللي متصله بالبون، وديت اللي مسؤوله عن الموفمنت بتاعتي. طيب دي كنترولد باي ايه بقى؟ هنا النيرف سيستم اللي بيتحكم فيها بسميه سوماتيك نيرفس سيستم. بسميه ايه يا شباب؟ سوماتيك نيرفس سيستم. سوما يعني جسم، يعني بادي. تمام، فاي حاجه ليها علاقه بالسوماتيك او بالسوما بتاعتي بسميها سوماتيك. الجزء ده بنسميه سوماتيك، فبالتالي النيرفس سيستم بيتحكم في الجزء ده بسميه سوماتيك نيرفس سيستم. تمام. طيب تاني حاجه عندي انفولنتري، انفولنتري موفمنت او انفولنتري فانكشن. تمام، يعني ايه؟ مثلا زي مثلا الكاردياك بيت او الهارت بيت، ضربات القلب بتاعتنا، حركة الأمعاء، secretion of gland، دي كلها أنت هتقدر تتحكم فيها؟ لأ، بس ديت function من function of the body. تمام، ودي under control of nervous system، بس involuntary. involuntary يعني إيه؟ يعني not under control of our will، هي بتعمل لنفسها self control. تمام،
زي ايه مثلا؟ قلنا activities of cardiac and thymus muscle and secretion of gland. هنا بقى دي بتبقى تحت تحكم مين؟ تحت تحكم الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو الانفولنتري او فيسرال نيرفس سيستم، ده اللي احنا هنشرحه النهارده. يبقى انا عندي النيرفس سيستم من لو هقسمه بقى فانكشنالي هقسمه الى سوماتيك نيرفس سيستم واوتونوميك نيرفس سيستم. سوماتيك نيرفس سيستم هو بيتحكم في الحركات الاراديه، لكن الانفولنتري او الفيسرال نيرفس سيستم ده بسميه الاوتونوميك نيرفس سيستم، وهو بيتحكم في الفانكشن بتاعتي اللي هي اللا اراديه او انفولنتري. طيب الاوتونوميك نيرفس سيستم بقى يا شباب ده موجود فين بالظبط؟ خلاص دلوقتي انا قلت المفروض ان انا عندي سنترال نيرفس سيستم وعندي بريفرال نيرفس سيستم، تمام؟ طيب الاوتونوميك نيرفس سيستم يعتبر بارت من البريفرال نيرفس سيستم، او هو ماشي مع البريفرال نيرفس سيستم. بمعنى انا عندي مثلا كرانيال نيرفز وعندي سباينال نيرفز، دول زي ما قلنا بيطلعوا من البرين او من السباينال كورد ويروحوا تو ذا ديفرنت بارتس اوف ذا بودي. الفايبرز دي زي ما هي بتبقى شايله سنسوري فايبر يعني فايبرز حسيه، وموتور فايبرز فايبرز حركيه، تمام؟ هنا الموتور فايبرز بقى قصدي بيها السوماتيك فايبر اللي هي ممكن تتحكم في ايه؟ في الفولنتري فانكشن. ممكن كمان تبقى شايله فايبرز تتحكم في انفولنتري فانكشن، ودي بنسميها اوتونوميك فايبرز، تمام كده؟ يبقى انا عندي النيرف نفسه الواحد ممكن يكون جواه كذا تايب اوف فايبرز، ممكن يكون جواه سنسوري فايبرز وموتور فايبرز، وممكن يكون كمان معاهم اوتونوميك فايبرز، تمام؟ طيب كل الكرينيال نيرفز وكل السباينال نيرفز اللي متحركه فيهم التلات انواع؟ لا، تمام؟ في فايبرز بتبقى بيور سنسوري، وفي فايبرز بتبقى بيور موتور، وفي فايبرز بتبقى ميكسد بين الاثنين، وفي فايبرز فيها التلات انواع اللي هي السوماتيك، اللي هي سوماتيك يعني موتور قصدي، وكمان سنسوري معاهم اوتونوميك نيرف فايبر. طب انا لو هتكلم على الاوتونوميك نيرفز بقى او اللي هي تبع الاوتونوميك نيرفس سيستم، هتبقى ماشيه مع كرينيال نيرف ايه وسباينال نيرف ايه، تمام؟ لقوا ان هي بتبقى موجوده في كرينيال نيرف ثلاثة او الثيرد كرينيال نيرف اللي هو الاوكليموتور، تمام؟ وسبعة، تمام، اللي هو الفيشيال، وتسعة اللي هو الجلوسوفرينجيال، وعشرة اللي هو الفيجاس، تمام؟ يبقى انا عندي الكرينيال نيرفز اللي هي الثيرد الاوكليموتور والفيشيال and الجلوسوفرينجيال and vagus، دول بيبقوا شايلين في الفايبرز بتاعتهم autonomic fibers، تمام؟ دول طالعين منين؟ طالعين من البرين ستيم، خلاص؟ يبقى السنترز بتاعهم او النيورونز بتاعتهم الخلايا بتاعتهم موجودة فين؟ موجودة في البرين ستيم، ودول بيمشوا مع الكرينيال نيرفز اللي هم 3 و7 و9 و10، تمام كده؟ طيب باقي الكرينيال نيرفز فيها autonomic نيرف فايبر؟ لا، يبقى الاوتونوميك نيرف فايبرز اللي موجوده في الكرينيال نيرفز موجوده في كام بس؟ 3 و7 و9 و10، تمام كده؟ طيب السباينال نيرفز كلها شايله اوتونوميك نيرف فايبر؟ لا، طالعه منين؟ طالعه من اللاترال هورن سيل. فاكرين بقى مش انا قلت ان انا في عندي انتيريور هورن سيل ودورسال هورن سيل وفي لاترال هورن سيل، وقلنا دول اللي موجود فيهم الخلايا. طب الخلايا اللي موجوده في اللاترال هورن سيل، تمام، هي دي الخلايا اللي الاكزون بتاعها بيديني اوتونوميك نيرف فايبرز، تمام كده؟ طيب اللاترال هورن سيلز دي موجوده فين بقى؟ موجوده من اول ثراسيك سيجمنت، تمام، ثراسيك سيجمنت اللي هي الصدريه، تمام، ثراسيك سيجمنت 1 تو 12، يعني اول ثراسيك سيجمنتس كاري اوتونوميك نيرف فايبرز، تمام. طيب بعد كده عندي لمبر 1 تو لمبر 4، خلاص فيهم برضو autonomic nerve fibers. طيب sacral 2 and 3 and 4 برضو فيهم autonomic nerve fiber. بقيت السيجمنت ما فيهاش autonomic nerve fibers. يبقى من الكلام اللي احنا قلناه زي ما قلنا، يبقى not all cranial nerve contain autonomic nerve fibers. انا قلت اللي عندي بس فيهم autonomic nerve fibers زي ما شايفين في الصورة كده، الاوكليوموتور، تمام، والفيشيال والجلوسوفارينجال اند فيجوس، 3 و7 و9 و10 كرينيال نيرفز هم دول اللي فيهم فايبرز بتتحكم في انفولنتري فانكشن، وعشان كده بنسميهم اوتونوميك نيرفز، تمام كده؟ طيب
الحاجة التانية ان not all segments of spinal cord contain nerve او autonomic nerve fibers. تمام كده؟ طيب زي مين مثلا؟ احنا السيرفايكال ما عنديش خالص فيهم autonomic nerves. تمام؟ عندي لمبر خمسة وسكرة الواحد وسكرة الخمسة and coccygeal. تمام؟ segments كل دول ما فيهمش autonomic nerve fibers. امال مين تاني قلناهم زي ما شايفين كده في الصوره قدامنا؟ من اول ثراسك واحد لحد ثراسك 12 وعندي لمبر 1 ولمبر 2 و 3 و 4 وعندي ساكرال 2 ساكرال 3 اند ساكرال 4 سيجمنتس. هم دول اللي فيهم فايبرز طالعه او بتتحكم في انفولنتري فانكشن. وزي ما قلت الكرانيال فايبرز بتبقى طالعه من نيوكلياي موجوده في البرين ستيم، النيورونز بتاعتها موجوده في البرين ستيم. تمام؟ وهناخدهم بالتفصيل مع كل نيرف. تمام كده؟ طيب امال السيجمنتس بقى او السباينال نيرفز دي بتبقى طالعه منين؟ طالعه من اللاترال هورن سيل اوف سباينال كورد. طيب يبقى في المجمل كده يا شباب قلنا مين هو بقى الاوتونوميك نيرفس سيستم بتاعي. الاوتونوميك نيرفس سيستم ده بارت من النيرفس سيستم ككل، بس ده مسؤول عن الفيسرال او الانفولنتري فانكشن، عشان كده سميناه فيسرال اور انفولنتري نيرفس سيستم. طب الفانكشن بتاعته ايه؟ هو كنترول اكتيفيتيز اوف هارت كاردياك ماسل بلاد فيسلز جلاندز سموث ماسل بلين ماسل، اللي هي من الاخر نوت اندر اور ويل، يعني انفولنتري سيستم. طيب الاوتونوميك نيرفس سيستم بقى لو انا قسمته ممكن اقسمه ازاي؟ ممكن اقسمه اناتوميكالي وممكن اقسمه فانكشنالي. طيب اناتوميكالي ممكن اقسمه الى ايه؟ اقول كرانيال اوتونوميك نيرفس وسباينال اوتونوميك نيرفس. زي ما احنا قلنا يبقى كرانيال اللي طالع مع الكرانيال نيرفس وسباينال اللي طالع مع السباينال نيرف. وقلنا دول الكرانيال ماشيين فين او النيرفس مين بتوعي؟ كرانيال نيرف 3 اللي هو الاوكليموتور، 7 الفيشيال اند 9 الجلوسوفارينجيال، 10 الفيجاس. السباينال سيجمنت ممكن اقسمهم الى ثراكولامبر سيجمنتس اند ساكرال سيجمنتس. تمام؟ طيب ثراكولامبر سيجمنت دول طالعين منين؟ they arise from lateral horn cell of all thoracic segment. احنا قلنا من T1 to T12 تمام اللي هو الثراسك سيجمنت كلها معايا، and upper four lumbar segment L1 to L4 برضو معايا and carry autonomic nervous system. دول بنسميهم كده سيجمنت على بعضه ثراكو لمبر سيجمنت. تمام كده؟ طيب بعد كده هقول كمان معايا sacral autonomic nervous. تمام؟ sacral autonomic nervous طالعين منين؟ they arise from lateral horn cell of sacral 2 and 3 and 4 segments. تمام كده؟ يبقى انا اناتوميكالي ممكن اقسم الاوتونوميك نيرف الى ثلاث حاجات: كرانيال فايبرز، ثراكولامبر فايبرز اند ساكرال فايبرز. تمام كده؟ طيب فانكشنالي بقى اقسمه ازاي؟ فانكشنالي هقسمه الى ثراكولامبر فايبرز اللي هم طالعين اللي احنا لسه قايلين عليهم دلوقتي طالعين من الثراسك اند اللامبر سيجمنت، دول هسميهم سمباثيتك سيستم. هسميهم ايه يا شباب؟ سمباثيتك سيستم. ليه بقى؟ لان هم وجدوا ان الفايبرز اللي طالعه من الثراسك سيجمنت واللمبر سيجمنت ليهم السيم فانكشن وبيعملوا نفس الفانكشن في الاورجنز اللي رايحين لها. يعني زي مثلا بيزودوا حاجه نفس الفانكشن بتاعتهم هنا هنا، النيورو ترانسميترز بتاعهم او الكيميكال ترانسميترز بتاعهم هو هو واحد. تمام؟ الكنترول بتاعهم هو هو واحد. تمام؟ فسموهم ايه يا شباب؟ سمباثيتك نيرفس سيستم. يبقى الثراكو لامبر سيستم هو بنسميه سمباثيتك نيرفس سيستم. طيب الكرانيو ساكرال يعني ايه كرانيو ساكرال؟ كرانيو ساكرال معناها كرانيال نيرفس. تمام؟ او اللي هو الاوتونوميك كرانيال نيرفس مع الاوتونوميك ساكرال نيرفس. يبقى الاوتونوميك كرانيال نيرفس والاوتونوميك ساكرال نيرفس سموهم ايه؟ سموهم بارا سمباثيتك سيستم، لان ليهم فانكشن برضو كيميكال ترانسميتر ايه؟ واحد. خلاص يبقى انا دلوقتي لو فانكشنالي بقى هعرف او هقسمهم ازاي؟ هقسمهم الى ان الثراكو لامبر مع بعض كلهم بقوا سمباثيتك سيستم. طب الكرانيو ساكرال اللي جاي زي ما احنا شايفين في الصوره كده السمباثيتك اللي هي الفايبرز اللي باللون الاحمر، والكرانيو ساكرال الفايبرز اللي باللون الاخضر. تمام؟ طالعين من الكرانيوم وطالعين من الساكرال سيجمنت، دول ليهم نفس الفانكشن وليهم نفس الكيميكال ترانسميتر فسميناهم بارا سمباثيتك سيستم.
تمام كده يا شباب. يبقى انا قبل كده كنت بقول ان هما يكونوا كرانيال او ثراكولامبر او ساكرال. الثراكولامبر مع بعضهم تنهم زي ما هما، لكن الكرانيو ساكرال بقوا مع بعض وسميتهم باراسمباثيك سيستم. وطبعا السمباثيك سيستم والباراسمباثيك سيستم ده تو سيستمز كبار جدا بقى، وهنبدا ناخدهم في بالتفصيل في المحاضرات القادمه ان شاء الله. طيب دلوقتي احنا معلومه لازم نبقى عارفينها خلاص، ان انا عندي السمباثيك سيستم has a wider distribution than the parasympathetic system. تمام، يعني السمباثيك ده بيبقى السبريد بتاعه بيبقى عالي جدا، تمام، وبيبقى كتير جدا في جسمي اكتر من الباراسمباثيك سيستم. وطبعا ده هنعرفه من الفانكشن بتاعته بعد كده، هنعرف ان الفانكشن بتاعت السمباثيك مهمه جدا، تمام، لان هي من الحاجات اللي هي بنسميها الفايتال فانكشنز في ايه، في جسمي. خلاص كده. طيب الامثله بتاعتي مثلا ان انا ما عنديش باراسمباثيك فايبرز خالص رايحه لللمس، الليمس بتاعتنا او الاطراف بتاعتنا ملهاش باراسمباثيك ايه فايبر، سواء كانت الليمس سواء كانت ثراسيك اور ابدومينال برايتس، يعني اللي هي الاجزاء بتاعه الشيست واجزاء بتاعه الابدومن اللي هي فيها ماسل وفيها سكن، دي مش رايح لها باراسمباثيك فايبر. تمام. عندي حاجه تانية برضو مهمه لازم ابقى عارفاها، حاجه اسمها انتريك نيرفوس سيستم. ايه هو الانتريك نيرفوس سيستم ده؟ في كتب بتسميه third division of autonomic nervous system. احنا قلنا الاوتونوميك نيرفوس سيستم سمباثيك وباراسمباثيك، تمام. في كتب بتسمي الانتريك نيرفوس سيستم ده نوع من انواع الاوتونوميك نيرفوس سيستم. طب ايه هو الانتريك نيرفوس سيستم ده؟ ان شاء الله اما تاخدوا جزء الجي اي تي او الجاسترو انتستاينال بارت، تمام، هنعرف ان انا في سيستم مهم جدا موجود في الوول بتاع الجي اي تي، تمام. الجي اي تي اللي هي الجاسترو انتستاينال تراكت، بيبدا من اول الليد بارت اوف اسوفيجاس to the rectum. خلاص، هنا في نيورونز معينه وفي بلكسس معينه موجوده، ودي بتبقى مسؤوله عن حركه البريستالسيز اوف جي اي تي او اللي هي اوف جاسترو انتستاينال تراكت. خلاص، البريستالسيز اللي هي الحركه الدوديه للجي اي تي، تمام. ففي ده طبعا ده برضو انفولنتري سيستم، خلاص، واحنا مش بنتحكم فيه، وهنعرفه بالتفصيل ان شاء الله برضو مع جزء الجي اي تي، بس ده بنسميه انتريك نيرفوس سيستم، وساعات بنسميه ثيرد ديفيجن اوف اوتونوميك نيرفوس سيستم. طيب دلوقتي بقى هنتكلم عن حاجه مهمه جدا اسمها ريفلكس اكشن. ايه هو ريفلكس اكشن او اكتيفيتي؟ طبعا احنا المفروض عندنا ان انا لكل فعل رد فعل، تمام، دي قاعده معروفه ان لكل فعل رد فعل، تمام، ودي تقريبا الفانكشن في جسمي كلها معتمدة على هذا الجزء، ان انا اي فانكشن انا بعملها، تمام، بتعتمد ان انا حصل فعل فانا برد عليه، تمام، يعني حصل حاجة فانا برد عليها. طب حصل حاجة دي انا بستقبلها ازاي؟ انا عندي مستقبلات حسية بنسميها ريسبتورز، هي اللي بتحس التغييرات اللي بتحصل حواليها، ودي بنسميها ستيمولس. خلاص، وبناء على الاحساس بتاعها ده ان هي حست ان في تغيير في الانفايرمنت اللي حواليها، بتبعت للسنترال نيرفوس سيستم بتاعي امبلس او بتبعت له سيجنال، تمام، ويبدا يرد عليها هو باوردر بقى، تمام. يبقى انا دلوقتي عندي اي فانكشن، تمام، في النيرفوس سيستم بتاعي بتتم عن طريق حاجه اسمها ريفلكس اكشن، عشان كده بنسميها it is the functional unit of nervous system. وهي تاني هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن a response to the peripheral nervous system stimulation. بمعنى انا عملت stimulation للريسبتورز بتاعتي اللي هي المستقبلات الحسيه، تمام، بناء عليها السنترال نيرفوس سيستم بتاعي بيستقبل هذه المعلومات ويرد عليها في صوره موتور اكشن او في صوره الفانكشن بقى اللي احنا ايه بنشوفها، تمام كده. طيب عندنا مثلا مثال بسيط جدا للصوره اللي قدامنا دي، تمام. انا نفترض مثلا ان انا عندي الاندكس فينجر بتاعي لمس مثلا الفاير، خلاص، لمس النار او هوت اوبجكت. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الريسبتورز بتاعتي بتحس ان في تغيير في درجه الحراره المفاجئ ده، فبتبعت امبلس بسرعه تروح للسباينال كورد، وعلى اساسها السنترز بتاعتي بتاخد
بتاخد الانفورميشن ديت وتبعت بيها اوردرز بسرعه، ترجع تاني للمصل اللي موجوده في الليمب ده وتبدا تعمل لها كونتراكشن. فانت غصب عنك ساعتها بتلاقي نفسك بتشيل ايدك بسرعه away from the hot object، يبقى انت شلت ايدك بسرعه، وده بنسميها withdrawal reflex. بنسميها ايه يا شباب؟ withdrawal reflex. وده مثال بسيط جدا للرفلكسات اللي بتحصل ايه في جسمي. يبقى من الاخر الرفلكسات دي تعتبر as a protective mechanism، تمام، ان هي بتحميني، بتحميني بقى من اي حاجه، سواء كانت external تغيرات في الاكسترنال انفايرمنت او تغيرات في الانترنال انفايرمنت. بمعنى ان احنا هنشوف بعد كده في الاوتونوميك نيرفس سيستم بقى بتاعي، مثلا سي ضغط الدم ارتيريال بلاد بريشر اتغير، تمام. طيب ما انا ما ينفعش اسيبه بالتغير بتاعه، فحمايه لجسمي بيحصل ريفلكس يرجع يظبط لي الارتيريال بلاد بريشر بتاعي، تمام كده. يبقى انا عندي الريفلكس اكشن هو فانكشنال يونت اوف ذا نيرفس سيستم، وهو عباره عن ايه بالعربي خالص؟ هو رد الفعل، تمام. يبقى ده عباره عن ريسبونس تو ذا بريفرال نيرفس ستيميوليشن. طيب الريفلكس ارك بقى، تمام، يعني ايه ريفلكس ارك؟ يعني الكلام اللي انا قلته على الريفلكس اكتيفيتي او الريفلكس اكشن هيمشي ازاي او هيتحرك ازاي، ده جزء اناتومي، هيتحرك ازاي من الريسبتور اللي هي موجوده في البريفري مثلا الى السنترز، ويرجع تاني من السنترز يروح تاني للافكتور اورجان بتاعه اللي احنا اللي هو موجود مثلا في البريفري، تمام. زي مثلا مثال الويذدرول ريفلكس اللي احنا شرحناه، ان مثلا الريسبتورز هتبقى موجوده في الاندكس فينجر، تمام، وبعد كده هيطلع يتحرك يروح لحد السباينال كورد ويرجع تاني للمسلز اللي موجوده في نفس الليمب اللي حصل فيه ستيميوليشن ويبدا ايه يتحرك. طيب ده بنسميه ايه بقى؟ بنسميه ريفلكس ارك، وده الاناتومي اوف نيرفس سيستم باسوي، يعني ده اناتوميكال نيرفس سيستم باسوي فور ذا ريفلكس ارك. طب ده بيتكون من ايه يا شباب؟ بيتكون من 5 بارتس مهمين جدا. اول حاجه لازم يكون عندي ريسبتور، لازم يكون عندي مستقبل حسي يحس بالتغيرات اللي حصلت او الاستيميليشن اللي حصل، تمام كده. بيبقى عندي سنسوري نيورون، سنسوري نيورون يعني خليه عصبيه، تمام. الخليه العصبيه ديت بيبقى ليها بادي، بيبقى ليها سومه، تمام، او بيبقى ليها جزء اللي هو موجود في البادي بتاعها، والبادي ده بيبقى طالع منه اكزون وطالع منه دندرايتس، تمام كده. طيب السنسوري نيورون دي بيبقى الفانكشن بتاعتها ان هي تنقل الامبلس from the peripheral part to the motor او to the central part، خلاص. يبقى ده السنسوري نيورون بتنقل ايه يا شباب؟ بتنقل الامبلس from the peripheral part اللي هي الريسبتور toward مين؟ toward السنتر بتاعي اللي هو السباينال كورد والايه والبرين. فعشان كده سمينا الفايبرز بتاعتها افرنت فايبرز. يبقى انا عندي اول حاجه ريسبتور، الريسبتور هيستقبل الاحساس بتاعي. طيب يتنقل النيرف امبلسز منه عن طريق ايه؟ عن طريق افرنت او السنسوري نيورون، بعد كده توصله لي للسنتر بتاعي، وده انتجريشن سنتر، والسنتر ده على حسب مكانه هنعرف التايبز اوف ريفلكسز، يعني مش كل ريفلكسز السنترز بتاعها مكانها ثابت، تمام كده. طيب السنترز ده هيبعت لي اوردر، هيبعته عن طريق ايه؟ هيبعته عن طريق موتور نيورون. ايه هي الموتور نيورون دي؟ برضو خلايا عصبيه ليها سومه، ليها راس او ليها بادي، تمام، وليها دندرايتس وليها ايه اكزون، تمام. طيب الفانكشن بتاعتها ايه؟ ديت مصممه ان هي تنقل الامبلسز من الموتور سيستم بتاعي او السنترال سيستم بتاعي اللي هو البرين والسباينال كورد، وتبعته لايه؟ للبريفري بقى اللي هو الافكتور اورجان ايه بتاعي، سواء مثلا المصل او الجلاند اللي انا هبعت لها الاورد، تمام كده. يبقى الكومبوننت اوف ريفلكس ارك مكونه من ريسبتور، افرنت، سنتر، افرنت اند افكتور اورجان. يبقى الافرنت بينقل من بره لجوه للسنتر، والافرنت بينقل من السنتر للايه؟ للبريفري. وزي ما احنا شايفين هنا اهوت، ده بالتفصيل الريفلكس ارك بتاعي، تمام. هنشوف مثلا الخليه اللي باللون الاحمر اهي، تمام، شايفين البادي بتاعها او الراس بتاعتها دي موجوده في النص، تمام. طيب هي بتنقل الامبلس منين؟ بتنقل الامبلس من اول الاستيميوليشن، تمام، بتنقله توورد مين؟ توورد السنتر بتاعي اللي هي النيورون اللي لونها اخضر عندي او لونها جرين هنا، دي موجوده في السباينال كورد، تمام كده. طيب بعد كده النيورون بقى اللي هي موجوده في السباينال كورد دي بعتت الامبلس لمين؟ للموتور نيورون اللي هي عندي باللون الازرق او اللون البلو.
دي بقى ليها دندرايتس اهي، هتاخد الامبلس وبعد كده البادي بتاعتي وتبدأ تنقلها وترجعها لي تاني للإفكتور اورجانز بتاعتي، والإفكتور اورجان يعمل لي الريسبونس اللي هو رايح له بيه الاوردر. تمام. طيب معلومة كده يا شباب عشان نبقى عارفينها، احنا قلنا لو شفنا برضو الصورة هنا نراجع تاني الكلام اللي احنا قلناه، انا عندي ده كروس سيكشن في السباينال كورد اهو، تمام. الجزء البينك اللي جوه ده خالص ده يعتبر الجراي ماتر بتاعي، ده اللي فيه الخلايا زي ما احنا شايفين، تمام. لكن الجزء اللي بره ده اللي هو الوايت ماتر، وده اللي هيبقى فيه ايه الاكزونز بتاع الخلايا. طيب احنا قلنا ان انا اي نيرف بيبقى ليه تو روتس، دورسال روت وفنترال روت. لو احنا شايفين اهوت الدورسال روت هو داخل فيه السنسوري نيورون، لكن الفنترال روت هو اللي طالع فيه الفنترال او الموتور نيورون، تمام. طيب الدورسال روت بقى بيبقى فيه حته كده بتبقى زي ايه كولكشن كده اوف نيرف سيلز، تمام، اللي هي بيبقى فيها ايه بقى، بيبقى فيها السوما اوف سنسوري نيورون اللي هي عندنا هنا باللون الاحمر اهي، ومكتوب فوقها دورسال روت جانجليون. ايه هي الدورسال روت جانجليون دي بقى؟ دي عباره عن مكان موجود فيه الخلايا الراس نفسها بقى اللي هي السوما اوف ذا نيورون اللي هي السنسوري نيورون اللي هي بتنقل السنسيشن فروم ذا بريفري توورد نيرفس سيستم. عشان اما اقول لك ان انا عندي خليه موجوده في الدورسال روت او الدورسال روت جانجليون، هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن خلايا موجوده في الدورسال روت، ودي بتبقى عباره عن السوما اوف ذا سنسوري نيورونز. تمام كده يا شباب عشان هنسمع كتير قوي لفظ دورسال روت جانجليون. طيب تايبز اوف ريفلكسز بقى، تايبز اوف ريفلكسز عباره عن ايه؟ عندي ذير ار تو تايبز اوف ريفلكسز، في عندي سوماتيك ريفلكسز اللي هي الفولنتري اللي هي بيتحكم فيها مين، او اللي هي يعني هتبقى تبع مين، تبع السوماتيك نيرفس سيستم. وفي عندي اوتونوميك ريفلكسز اللي هي تبع الاوتونوميك او الانفولنتري ريفلكسز. فانا عندي تو ريفلكسز بقى من الريفلكس ارك، تمام، يعني هيبقى طريقهم مختلف، مش الريفلكسز بتاعه السوماتيك ريفلكس ارك مش هي هي نفس بتاعه الاوتونوميك ريفلكس ارك، وهنعرف الاختلاف في ايه دلوقتي. فانا مثلا عندي السوماتيك ريفلكس ارك بسيط جدا زي ما شرحنا، تمام، ان انا هيبقى عندي ريسبتور، تمام، زي مثلا هتبقى موجوده في السوما اوف ذا بودي. السوما اوف ذا بودي يعني ايه؟ يعني السكن او السكليتال ماسل، تمام، زي الرسمه اللي عندي كده. طيب الافرنت نيرف، الافرنت نيرف هيطلع من او هياخد الامبلس من الريسبتورز او السكن بتاعتي، تمام، ويبدا يتحرك عن طريق السنسوري نيورون ويدخل السباينال كورد عن طريق الدورسال روت، تمام، وبيبقى برضو الخلايا زي ما قلنا موجوده في الدورسال روت جانجليون، تمام كده. طيب لو هو كرينيال نيرف ريفلكس، تمام، هيبقى نفس الفكره بس بدل الدورسال روت جانجليون دي هيبقى جانجليون ثانيه، وهنعرف اسمها مع كل ريفلكس الكرينيال ايه نيرف، تمام كده. طيب السنتر بتاعي هيبقى فين؟ السنتر بتاعي هيبقى موجود في الانتيريور هورن سيل اوف سباينال كورد، ده لو هو سباينال ريفلكس. يعني ايه سباينال ريفلكس؟ يعني السنتر بتاعه موجود في السباينال كورد، تمام. طيب لو هو كرينيال ريفلكس يبقى انا هلاقي السنتر بتاعه هو الكرينيال نيرف نيوكلياي، ودي موجوده فين؟ موجوده في البرين ستيم، تمام. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيديني الاوردر بتاعي، بيتنقل عن طريق الافرنت نيورون، والافرنت نيورون دي بتبقى ليف ذا سنترال نيرفس سيستم عن طريق الفنترال روت اوف سباينال كورد، تمام، او سباينال نيرف، وبتروح للافكتور اورجان بتاعي، وهنا ده بيبقى فولنتري فانكشن، فغالبا هيروح يا اما السكن او السكليتال ماسل، اللي هي السكليتال ماسل هعمل فولنتري ايه موفمنت بتاعتي، تمام كده. يبقى ده الريفلكس ارك اوف سوماتيك نيرفس سيستم. طيب نشوف بقى الريفلكس ارك اوف اوتونوميك نيرفس سيستم. زي مثلا هنا عندي بقى الاوتونوميك او الانفولنتري نيرفس سيستم بتاعي، احنا قلنا انفولنتري يعني بيتحكم في ايه؟ في الفيسرا، الفيسرا اللي هي ايه؟ اللي هي الاحشاء الداخليه اللي انا ماليش عليها كنترول، خلاص؟ طيب يبقى انا الريسبتورز هتبقى موجوده فين؟ هتبقى موجوده عندي في الفيسرا، تمام كده؟ طيب الافرنت شبه عادي السوماتيك، هيتنقل او هينقل الامبلس من الريسبتورز اللي هي موجوده في الفيسرا وينقلها ويدخل السباينال كورد عن طريق مين؟ عن طريق الدورسال روت، وبرده الخلايا بتبقى موجوده في الدورسال روت جانجليا، تمام. طيب
هنا بقى السنتر بتاعي هيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في lateral horn cell. ليه موجود في اللاترال هورن سيل يا شباب؟ علشان هو هيعمل استيميوليشن لمين؟ لاوتونوميك نيرف، هيعمل استيميوليشن لنيرف لا ارادي، عكس السوماتيك بقى كان بيعمل استيميوليشن لنيرف ارادي. تمام، فالنيرف الارادي بيبقى موجود الخليه بتاعته في الانتيرو هورن سيل، هنا بيبقى موجود في اللاترال هورن سيل زي ما شرحنا في التقسيمه بتاعتنا. تمام، طيب يبقى انا هنا السنتر بتاعي بقى هيبقى مختلف في ايه؟ مختلف ان هو هيبقى lateral horn cell of spinal cord، ولو هو في الكرانيال نيرفس هتبقى visceral cranial nerve nuclei وليس somatic cranial nerve nuclei، ودي موجوده في البرين استم. طيب الافرنت نيورون بقى بتاعي هيطلع على طول زي السوماتيك ريفلكس ارك كده، يطلع في الفنترال روت وبعد كده يروح على طول الافكتور اورجان؟ لا، انا عندي بقى هنا بيحصل عمليه كده زي بنقول ايه، توصيله بتحصل الاول، لان انا لازم اعدي على وحده مهمه جدا في الاوتونوميك نيرفوس سيستم، ودي بنسميها اوتونوميك جانجليون. تمام كده، طيب ايه اللي بيحصل بقى عندي هنا في الفايبرز وهي طالعه من النيرف سيستم بتاعي او السنترال نيرف سيستم بتاعي اللي هو السباينال كور؟ تمام، اول حاجه ان النيرف ديت بتبقى طالعه من الفنترال روت عادي جدا. تمام، دي بنسميها بري جانجليونيك فايبر. يعني ايه بري جانجليونيك فايبر؟ يعني بتبقى قبل الجانجليون، يعني دي الجزء اللي هيبقى قبل الجانجليون، اللي هي عندنا هنا في الصوره بتاعتنا هيبقى باللون الازرق. تمام كده، تمام، وبعد كده هيمشي عادي جدا مع الفنترال روت بتاعي او الفنترال فايبرز بتاعتي، مفيش اي مشاكل لحد جزء معين leave this fibers. تمام، هيسيب الفايبرز دي بتوصيله صغيره كده بنسميها وايت ريمس، بنسميها ايه شباب؟ وايت ريمس، ودي بتبقى فيها بري جانجليونيك فايبر. طيب بعد كده هيعمل ايه بقى؟ هيروح للجانجليون او الاوتونوميك جانجليا. ايه هي الاوتونوميك جانجليا دي؟ هناخدها بالتفصيل دلوقتي، بس هقول بس ان هي عباره عن تجمع لخلايا. خلاص، بمعنى ان انا هوصل الامبلس اللي انا شايلاهم لمجموعه الخلايا دي، وهي بقى اللي مسؤوله ان هي تنقلها لي للافكتور ايه؟ اورجن. تمام كده، طيب يبقى انا تاني بعيد، انا طلعت از بري جانجليونيك فايبر من اللاترال هورن سيل، سبته ومشيت مع الفنترال هورن او الفنترال سوري الفنترال روت. تمام، بعد كده سبت الفنترال روت عن طريق تراكت تاني صغير كده بنسميه الوايت ريموس. تمام، بعد كده بدخل للاوتونوميك جانجليا اسلم الاوردرز او اسلم الانفورميشنز النيرف امبلسز اللي معايا للخلايا اللي موجوده فيها. تمام، وبعد كده الخلايا بتاعتها بقى هي اللي هتبدا تتحرك او هتديني الامبلس بتاعتنا. تمام، بسميها ايه بقى؟ بسميها بوست جانجليونيك فايبر. تمام، طيب البوست جانجليونيك فايبرز ديت ممكن تتحرك طريقتين، ممكن ترجع تاني لي النيرف فايبر بتاعنا. تمام، اللي هو الفنترال فايبر بتاعي زي هنا عندنا اهوت اللي هي اللون الاحمر بقى هنا يا شباب، بص جانجليونيك فايبر. تمام، هترجع تاني عن طريق حاجه بنسميها جراي ريموس وتمشي مع النيرف عادي جدا. خلاص، السباينال نيرف عادي جدا، ودي غالبا النيرف فايبر اللي رايحه لمين بقى؟ اللي رايحه لللمبس. تمام، زي السكن او السكليتال ماسل والبلاد فيسلز اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في يعني اللي موجوده في الجزء بتاع السوما بتاع البطن. تمام كده، لان احنا البلاد فيسلز ديت اوتونوميك يعني انفولنتري، فانا ببعت لها امبلسز، هبعت لها ازاي؟ عن طريق الايه؟ الجزء ده. تمام، طيب لو هو رايح بقى لفيسرا ثانيه، رايح مثلا للهارت بقى، رايح مثلا للابدومن للانتستين سوري، رايح للاورجنز السبلين، رايح للكدني، رايح لاي حاجه ثانيه. تمام، بيتحرك دايركتلي بقى وبيسيب الاوتونوميك جانجليا وبيتحرك في الاتجاه الثاني بتاعه. تمام، بيبقى كنيرف فايبر عادي خالص وبنسميه برده بوست جانجليونيك فايبر. تمام، يبقى انا عندي الفايبرز تانية الافرنت نيورون بقى، عشان كده انا قلت لكم الاوتونوميك ريفلكس ارك مختلف تماما عن السوماتيك ريفلكس ارك، ان انا عندي محطه لازم اعدي عليها بسميها اوتونوميك جانجليون. بتقسم بقى بالاوتونوميك جانجليون دي الى بري جانجليونيك فايبر هتطلع وتدخل لي عن طريق الوايت ريموس، بعد كده انا هطلع بوست جانجليونيك فايبر
يا تدخل تاني للفايبرز بتاع عن طريق الجراي ريموس، يا هتاخد الباسوي بتاعها وتتحرك في اي جزء تاني من البادي، وبرده بنسميها بوست جانجليونيك فايبر. تمام. والافكتور اورجان بتاعها هنا بيبقى فيسرا اند جلاند. تمام، شكرا ليكم. هنكمل ان شاء الله بقيه الانترودكشن اوف اوتونوميك نيرف سيستم ان بارت 2.